عمرو كشخصية فيه كده حتة فجأة الناس، أو لو ما كانتش حصلت كنا هنحس إن عمرو ده مش لحم ودم حقيقي. إنه على قد ما كان فرحان ببوسينة وحبها وعايش المراهقة اللي هي بتاعت العلاقة الجديدة اللي على جنب وكله، أول ما بدأ يحس إن هي مش سهلة، إن هي زقة صاحبتها على مراد مكرم، حس إن هي ممكن تكون بتكذب بتخدع، بدأ يتوتر منها. الجزء ده حسيت ان الحبكه دي كانت مهمه جدا في الكتاب عشان عمرو يبقى فعلا شخصيه حقيقيه، لان هو في حياته العاديه هو يعتبر مثالي يعني تقريبا ماشي على كل حاجه زي مش ما مثالي ده. انا اقول لك كمان ان مراته كمان مثاليه، يعني انا بقول لك برده هنا ايه ايه الجديد اللي في المسلسل على فكره اللي لفت انتباه الناس. كنا زمان لما بنقدم الموضوعات دي زمان بنلاقي ان بيبقى لا قدر مراته مريضه عندها مرض متعاني، لكن انت تعاملتي مع الموضوع ده بشكل اعمق شوي، يعني الله ده هو عنده ربنا كرمه بزوجة طيبة وبتهتم بولادها وبوالدتها وفي بيتها. يعني انا واحد من الناس لما اشوف مراتي بتهتم بمامتها وبتهتم بوالدتها ده انا افرح. تعرف انا بضحك ليه؟ في خلال رمضان كل مكالمه اتكلمناها انا وانت دايما بتقول لي على عليا يا عيني، وانت بتتكلم تقول لي عليا يا عيني. انت نفسك كياسر صعبان عليك. انا متعاطف مع عليا لان لا انا عايز اقول برضو ان ايه، ان في لحظه ما في ضعف، ما اصل انت مش عايش لنفسك بس، لازم برضو ايه انت بتوصلي هنا رساله. طب انت مراتك كويسه اولا، جميله محترمه مش مقصره مهتميه ببيتها، انت مش عايش لنفسك بس احيانا، وده مثلا كل الرجاله طبعا عندهم نفس المشكله، ان يبقى في شيء من الفتور في العلاقه ما بين الرجل والست بعد مرور كذا سنه. لا تستسلم للفتور ده، يعني ما تستسلمش ان في حاله من الفتور بيحصل بينك وبين زوجتك، لان في اللحظه دي ممكن يحصل الرجل يضعف، فانت هنا بتقول وبيدفع ثمن ضعفه وممكن يغلط، فانت بتقول لا يعني انت حاول يعني تتجاوز ده. يعني ما وهو حاول عمرو في الاول، ما هو كانت هي سكرتيرته وحاولت الاول يبقى فنهى الموضوع علشان ما يتطورش، ولكن ضعف بعد كده.